قالت صحيفة زمان تركيا أن المجلس الأعلى للانتخابات اتخذ إجراءات لعقد انتخابات مبكرة بالرغم من نفي مسؤولي الدولة وقيادة حزب العدالة والتنمية. وأشارت الصحيفة إلى توصلها لوثيقة تثبت أن مؤسسات الدولة تستعد بشكل فعلي وجاد لإجراء انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة. وبحسب الوثيقة فقد بدأت أعمال تشكيل لجان المدن والبلدات والتي ستشارك في تنظيم الانتخابات في ضوء تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات.